معكم هدى عثمان لتقديم تقرير NYFP اليومي من بورصة نيويورك ليوم 13 من شهر سبتمبر لعام 2011. صباح اليوم نجد أن المؤشرات الرئيسية هنا ببورصة نيويورك تشهد تقلبات وافتتحت الجلسة على تباين، فمؤشر داو جونز الصناعي متراجع بسيطا جدا ب 0.1%، بينما ارتفع كل من مؤشر الناسداك ومؤشر الاس ام بي. مؤشر الناسداك ب 0.5%، مؤشر الاس ام بي ب 0.2%. ما زال طبعا أزمة الديون الأوروبية تؤثر على الأسواق هنا، وهناك مخاوف حول تأثير ديون اليونان بالذات على الأسواق العالمية والأسواق الأمريكية بشكل خاص. لكن كانت هناك بعض الأخبار المتضاربة صباح اليوم عن احتمالات تدخل الصين لشراء سندات ديون إيطالية. هناك تقارير بعد ذلك أفادت أن مسؤول رفيع بالصين قد نفى هذا التقرير، لذلك نتوقع ربما بعض التقلبات خلال الجلسة اليوم حتى يتم توضيح هذه المسألة. بالنسبة للأسهم التي عليها تركيز اليوم، سهم بيست باي تراجع بأكثر من 3.5%، وذلك بعد أن أعلنت الشركة عن نتائج أرباح مخيبة للأمل. فقد أعلنت الشركة أن الأرباح قد تراجعت ب 30% خلال الربع الثاني من العام، أيضا خفضت من توقعاتها بالنسبة للأرباح المستقبلية. بالنسبة لسعر النفط، هو مرتفع حاليا، مرتفع بدولار و35 سنتا وعند 89 دولار و52 سنتا للبرميل. سعر الذهب أيضا مرتفع بسيطا اليوم بحوالي 0.7%. أما بالنسبة لأسعار العملات، فاليورو متراجع بسيطا أمام الدولار الأمريكي.